السلام عليكم ورحمة الله، أهلين بكم في قناتكم الواي أكوا. في فيديو اليوم حنحكوا على كيفية الاهتمام وتربية أسماك البيتا، أو كيف ما يعرفوها أغلب الناس بسمكة الفايتر. أسماك البيتا معروفات بألوانهن الجميلة وبأشكالهن المختلفة وبزعانفهن الجميلة. ناس واجد تعرف أن الاهتمام بأسماك البيتا سهل، لكن تحتاج ظروف معينة عشان تعيش حياة صحية ونشطة. قبل ما نخشوا في التفاصيل، ياريت تدعموا القناة باشتراك ولايك للفيديو عشان تشوفوا كل فيديو جديد ينزل. 1. تجهيز الحوض. أول شيء وأهم شيء لتربية سمكة البيتا أنك تصنع بيئة مريحة وآمنة لتعيش فيها السمكة. سمكة البيتا تتطلب مياه دافئة، الأفضل أنها تكون ما بين 24 و 27 درجة مئوية. حجم الحوض الأفضل أن لا يقل على 18 لتر لضمان مكان كافي لسباحة السمكة. الفازات الدائرية الصغيرة لا تصلح لتربية أسماك البيتا، نهايتها الموت أو المرض داخل هذه الفازات. يوجد بعض الفازات حجمها كبير يمكن استعمالها. بالنسبة لديكور الحوض، حاول توفر نباتات حية وبعض الأماكن اللي ممكن تختبئ فيها البيتا عشان تحس بالأمان. بالنسبة للأرضية، الأفضل استعمال رمل أو أحجار صغيرة، أهم شيء ما يكونش فيها زوايا مدببة قد تضرب البيتا. 2. جودة المياه. المحافظة على جودة مياه الحوض مهمة جدا لتربية البيتا. حاول تغير أقل شيء 20% من مياه الحوض كل أسبوع، ولو مصدر المية عندك فيه كلور استعمل مزيل كلور كل ما تغير المية. حاول تتفادى إطعام البيتا أكثر من اللازم، لأن بواقي الطعام في الحوض مع الوقت حتؤدي لارتفاع الأمونيا في الحوض. 3. أكل البيتا. أسماك البيتا من أكلات اللحوم، لذلك حاول توفر نظام غذائي في نسبة بروتين عالية. في العادة بعض المحلات توفر في أكل خاص بالبيتا تقدر تستعمله، وتقدر توفر الأرتيميا المجمدة والبلاد وورم المجمدة أو المجففة. كيف ما وضحنا في النقطة اللي فاتت، تجنب الإفراط في طعام البيتا لأنه يسبب مشاكل صحية للسمك. أسماك اللي ممكن تربيها مع البيتا. سمكة البيتا معروفة بأنها سمكة عدائية خاصة الذكور منها، لذلك من المهم اختيار أسماك مسالمة وغير مستفزة للبيتا. ابتعد عن تربية أكثر من ذكر في نفس الحوض، لأن واحد منهم حيقتل الثاني من أجل فرض هيمنته على مكان معين في الحوض. من الأسماك اللي ممكن تعيش مع البيتا نيون تترا والتشيلي ريزبورا والشرمب والحلزون. هذين يعتبرون أهم الأشياء اللي تحتاجهن عشان توفر بيئة جيدة للبيت. لو تبعت الخطوات هذين إن شاء الله البيتا حتعيش معك من 3 إلى 5 سنوات. ما تنسوش تديروا لايك للفيديو وتشتركوا في القناة وتكتبوا لنا في التعليقات شنو الموضوع اللي تبونا نحكوا عليه في الفيديوهات الجاية. بالتوفيق لجميعكم.